يا صباح الخير عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ احلى صباح على احلى متابعين من داخل مصر وخارج مصر. زي ما احنا شايفين كده، احنا عند مسجد الغريب في منطقة الغريب هنا بمحافظة السويس، زي ما صورت لكم قبل كده من عند مسجد حمزة في منطقة الصباح الناس اللي بيبيعوا سمك، وصورنا كمان عند مسجد الاربعين في الاربعين بالليل. النهاردة ان شاء الله في مفاجأة جامدة جدا هنا من امام مسجد الغريب في منطقة الغريب. يلا بينا نشوف مع بعض مكان بيبيع سمك. عايزه اقول لكم اسعاره يعني من الاخر، واسعار جمله واقل من جمله بكتير جدا جدا، يعتبر السمك عنده ببلاش. يلا بينا نشوف ايه هو المكان ده، وكمان نعرف مع بعض انواع السمك والاسعار. بس قبل ما ابدا الفيديو، يا ريت تدعموني باللايك والشير واشتراك في قناتي اللي يشوف القناه اول مره، ويلا بينا نشوف مع بعض ايه هو المحل. شايفين الزحمه يا جماعه؟ بسم الله ما شاء الله، الزحمه دي مش طابور عيش ولا كمان جمعيه استهلاكيه، الزحمه دي عند نجم البحريات فقط، بسم الله ما شاء الله. علشان قلت لكم اسعاره الصراحه اسعاره حلوه جدا جدا، والمحل رغم ان هو صغير جدا لكن الناس عارفه جوده السمك حتى من غير ما تشوفه. كفايه ان هي عارفه ان نجم نزل انواع معينه من السمك، بتيجي وتشتري السمك. زي ما انتم شايفين كده الناس بسم الله ما شاء الله طوابير، ربنا يوسع رزقهم زي ما هم بيحسوا بالناس وباهل البلد عشان الكل ياكل سمك. وده ان شاء الله هينضم لحملتنا، حمله ضد الغلاء ومحاربه كمان جشع التجار. نجم البحريات هنا بيقدم لهم الخدمه دي، وكفايه ان هو بيقدم لهم كمان الجوده مش السعر بس. كل ده هنشوفه مع بعض في الفيديو. اهلا بيكم في فيديو جديد وجوله جديده، معاكم ايمي من قناه ايمي وهنونه. النهارده جوله بقى مختلفه تماما، النهارده احنا خارج سوق الانصاري بمحافظه السويس. النهارده احنا عند نجم البحريات. نجم البحريات اسم غني عن التعريف هنا لكل اهل السويس، اداره استاذ محمود نجم، طبعا هو صاحب المكان. نجم البحريات ابتدى من زمان كعربيه بتجيب اسماك، وبعد كده بعد حاجته الجميله وسمعته كمان اللي سابقاه ما شاء الله خد مكان هنا في الغريب. والنهارده بقى الذكرى السنوية لافتتاح المكان يعني، فهنصور عنده. عايزة اقول لكم ان هو مش بيحطم الاسعار وبس، ده تقريبا بيبيع السمك هنا ببلاش. وشايفين الزحمة دي بسم الله ما شاء الله، دي طبعا الناس اللي كانت معاه من زمان وزي ما قلت لكم سمعته سابقاه. عشان كده قررت ان انا اصور لكم في المكان ده، لازم الكل يعرفه حتى كمان اهالي القاهرة. احنا هنا في منطقة الغريب بمحافظة السويس، وده المكان الوحيد هنا لنجم البحريات بينزل السمك على فترات خلال اليوم. احنا دلوقتي الصبح الساعة حوالي 10 الصبح، والسمك زي ما هنشوفه دلوقتي مع بعض لسه جاي من العربيات من البحر حالا، هنشوفه ونعرف الانواع والاسعار كمان. يلا بينا نبدا الفيديو ونشوف استاذ احمد هيقول لنا انواع السمك ايه والاسعار كمان. يا ريت حضرتك تقول لي بقى الانواع اللي موجوده عندكم النهارده بالاسعار، ولو في عروض كمان يا ريت برضو تقولها لنا. النهارده ان شاء الله يعني صدفه ان النهارده الحمد لله افتتح يعني الذكرى السنويه اللي افتتح محل نجم البحريات ما شاء الله. تمام، النهارده عندنا شويه سمك بصراحه جايين من القناه دول، يعني السمك بيجي لنا على فترات في اليوم، يعني مش يوم واحد بس، مش عربيه يعني واحده في اليوم بيجي على فترات. بيجي طبعا خلال اليوم كذا كذا عربيه بتجيب سمك. دي طبعا سمك سهليه السويسه بيعشقوها، دي بتاعت الكنال السمكه دي. تمام، دي قناه دي سعرها النهارده عامله 55 جنيه. 55 جنيه، حلو جدا ما شاء الله. دي سمينه؟ لا سمينه بس ايه يعني الناس بتفضل ان هي بتبقى مبطرخه، فالبطروخ بتاع السهليه ما بيبقاش دلوقتي. فبيبقى لسه شعر شويه اخر 11 وشهر 12. تمام، معانا ايه كمان؟ في عندنا جمبري ازاز، ده ازاز سويسي مخطط، ده حجمه واحد ولا في بعض؟ هو بيبقى مدرب كده، وطبعا الجمبري ما ينفعش يبقى كل حجم واحد عشان ده بلدي، فبيرعوا مع بعض الاحجام. ده ازاز مخطط ابو ديل ازرق، ده ديل ازرق ابيض، ديل ازرق اللي هو برده من انواع الازاز، ده بتاع الكنال ده.
ده سعره عامل كام؟ ده سعره بيبقى 170 جنيه. من 170 لحد 230 حسب الحجم بقى. ده درجه اولى مش كده؟ اه طبعا الازاز المخطط ده نمره واحد. بسم الله ما شاء الله. كابوريا دي الكابوريا كابوريا المتحنيه اه النت بتاعت الكنال حتى كده. دي مبطرخه؟ اه مبطرخه النت بتبقى مبطرخه اه تمام. دي بتبقى ايه؟ دي السفنجه بتاعتها اه بتبقى ايه فضه البطروخ. اه دي فضه البطروخ اه بس بيبقى فيها ايه يعني دسم اه تمام. دي سعرها كام؟ دي عامله النهارده 50 جنيه. حلوه جدا ما هو على ايدي برده بس احنا برده ايه يعني كل حاجه بنصورها بنصورها على ايدينا عشان هي في البيت تعرف حجمها الطبيعي. حجم. اه ما شاء الله تمام. دي بتبقى كلها ان شاء الله كده بتبقى مبطرخه ما شاء الله. حاجه جميله جدا ده البطروخ النت بتبقى مبطرخه الدكوره ما تبقاش مبطرخه. بس النهارده مش عندنا دكوره عندنا النت دي بس النهارده اه عامله 50 جنيه النهارده. اسعار حلوه جدا الصراحه يعني. ده اسمه لوجز ده اللوجز بالعظم بتاعه اه ده بالعظم بتاعه صاحي كده. ده لوجز ده يعتبر يعني اكتر محار في نسبه فسفور عاليه اكتر من السرومبق واكتر من حاجات كتير. كل محار اللوجز ده بيبقى النسبة الفسفور فيه عالية جدا وطريقة عمله سهلة يعني. ده صاحي اه بيتحط في الحلة زي ما هو كده وبيتسلق بالبخار اه يعني شوية مية صغيرين وبنطلع اللحم اللي جوه. ده اسمه ضافر بيترمي مش بيتاكل. بيخش بقى في تصنيع البخور وتصنيع العصور وكده يعني. وسعره بيبقى غالي. الضافر ده بيتجمع طبعا عشان خفيف وكده بيتصدر وسعره بيبقى غالي جدا الضافر ده. لكن لحمته طبعا من جوه ممتازة. سعره كام؟ ده الكيلو عامل 20 كيلو آه. بالعدن زي ما هو كده تمام. مش في الكوره ايه دكر جاوه مش كده تمام. دي الدكوره ده كام واحد في الكيلو؟ الكيلو ده يعمل له مثلا 4 5 بالكتير يعني 4 5. دي بتاع القنال ولا بحر؟ كله بتاع القنال. ده الكابوريا بتاعت القنال الايام دي احسن من بتاعت ايه بتاعت البحر اللي في السويس تمام. عامله كام دي؟ عامله 50 جنيه اه زي ما احنا شايفين كده. بس ما شاء الله طبعا الاسعار دي بره اغلى من كده بكتير. طبعا طبعا هنا في تحسين للاسعار يعني ما شاء الله. ما شاء الله الكابوريا الدراع طبعا فرق بين الدكره والنت. الدكر بتبقى ملحمه والنتي بتبقى مبطرخه اللي بيفضل الفرق في الشكل. اولا ده من تحت البطن المثلث بتاعها طويل وده المثلث بتاعها عريض. وفي اللون في ناس برضو ايه بتستسهل تعرفها من اللون. الدكر بيبقى لونه ازرق ورجليه دايما بتبقى طويله جدا. هو طبعا عموما الدكر عاده بيبقى اكبر من النت في الحجم ولحمته مسكره شويه تمام. بس عيب الدكر ان هو لما بيطلع من الميه سبحان الله يعني بيفضل وحده يعني ساعات بيفضل وحده فعلا اه. لكن دي طبيعه الكابوريا. الكابوريا عموما الكابوريا عموما بتبدا ايه يعني ساعات بتتصدم اول ما تطلع الميه وبتبدا بتبقى صاحيه برضه. الناس تاخدها تروح البيت لا فاضيه مع انها صاحيه بتتحرك. لكن يعني عشان تعرف الكابوريا فاضيه مليانه تدوس هنا. المثلث ده ناشف تبقى هي ايه تبقى هي مليانه اه. فاضيه لو فاضيه تبقى فاضيه خالص. وهنا بقى معانا القرش اهي اه. ده ايه قرش؟ ده قرش اسمه ايه؟ قرش ايه؟ ابو دقه ولا اه ابو دقه. بص اللي بيبقى مدوق هنا ده ابو دقه زعانف والديل. بس هنا ديله طبعا ايه كابوريا وكلاوه ولا حاجه اه. ده اسمه ابو دقه. كم كيلو دي مثلا؟ تعمل لها كم كيلو؟ دي بتخش لها في 4 كيلو ولا حاجه. 4 كيلو؟ اه ما شاء الله تمام. دي اسمها خنت بنقول عليها خنت. خنت اه مترمه ايه دي خنت تمام. اهم حاجه في الخنت يعني ده بيتباع بالكيلو. ده انتوا بتباعوا بالكيلو مش بالواحده؟ لا 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 بالكيلو. الفلاميط هي اللي بتسمع بالكيلو. متنضف طبعا وكل حاجه اه بيتنضف بيتسلخ طبعا وبيتجزل. فلاميطه بيضه من جوه بيبقى حاجه تحفه يعني. الكيلو بيبقى عامل يعني بيتراوح سعره من 50 لحد 70. متنضف؟ لا صافي. كيلو صافي اه من 50 لحد 70 طبعا عشان بيطلع هلك كتير اه. فسعر المتنضف بيبقى غالي شويه. ايوه هو ده اغلى شويه. احنا اه احنا عندنا تنظيف بس يعني قليل لما بنبيع متنضف. ايوه تمام. ده جندوفلي. جندوفلي اه صافي اه صاحي. حطينا عليه شويه ميه هتلاقيه بيفتح بيطلع لسانه ويخش تاني. ده كله صاحي اه. عامل كام الجندوفلي ده؟ ده بيبقى عامل في حدود 20 او 25 صاحيه. بتتحرك ايه ما شاء الله. شكلها من جوه بتعمل صوت طبعا اه. طبعا تعمل صوت وتطرد الميه يعني. لو حطينا شويه ميه تلاقي كله فتح وطلع ايه اللسان بتاعه. دي
عروس. دي العروس بتاعت الفانيل. فانيل دي الاصل. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله اهو. العروس دي من الاسماك الجميله جدا جدا يعني. في الاكل طبعا بتشوي زيت بتعمل صينيه ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله اهو. عامله كام العروس؟ دي العروس الكبير بتاع الفانيل ده بيبقى عامل 140 جنيه كيلو. 140 كيلو. انتوا بتبيعوها بس يعني سمكيه على اللي ياخدها هياخد لازم ياخد على بعض صح كده؟ بتتباع سمكه. السمك الكبير بتاع الفانيل ده بيبقى نادر يعني. ما شاء الله. بيجي بكميات قليله. بسم الله ما شاء الله. تمام. السمكه طبعا الصح تعرفه من عينه. بص على عين السمكه. السمكه بتلمع كده. وعينيها بارزه عن جسمها. باينه ماسكه نفسها شاده نفسها ايه باينه جدا. تعرف ان السمكه ايه؟ لسه طالعه من الميه. تمسكها كده من دلع. ايوه ما شاء الله. تقف ايه؟ على حيلها. ما شاء الله. شايفين يا جماعه؟ الحاجات دي مش موجوده غير عند نجم البحريات بس هنا في منطقه الغريب في السويس. اهو. ده بقى البوري الفانيل ده بقى ايه العملاق؟ بتاع الفانيل ده. ما شاء الله. ده مبطرخ الايام دي؟ لا لسه ما بطرخش قوي يعني. لسه شويه. قدامه شهر كتير كده هيبقى كل البوري ولا دي وزنها قد ايه دي؟ دي تعمل لها في حدود 2 كيلو ونص 3. دي ما شاء الله. واحسن حاجه ليها ايه دي تتعمل؟ دي طبعا في ناس بتفسخها. تمام. وفي ناس بتاخدها شرطتين كده. وزي ما هي كده بتدخلها الفرن من غير ما تحط نقطه زيت في الصينيه عشان هي سمينه اصلا. سمينه جدا طبعا. ده احلى حاجه فيها. وبتتعمل سنجاري بتبقى تحفه. تتفتح من الظهر طبعا. تمام. وبتتحشي خلطه بتبقى تحفه. دي عامله كام بقى؟ يعني دي بالكيلو. الكيلو مثلا يعمله في حدود من 60 ل 70 ل 80. تمام. على حسب. على حسب. ده اسمه بوتيه. من فصيله الحفار. ده بوتيه. دي حفار. دي بوتيه. الفرق في ايه بالظبط؟ الفرق يعني في الشكل لكن الطعم يعني يعتبر واحد. بص حاسه ان الشكل برضو واحد. يعني جداً اللي جداً. مش بياكل حفاره وبوتيه كتير هيتلخبط فيهم. بص البوتيه بوز رفيع. تمام. شويه. بوز رفيع لكن الحفاره بيقول عليها حفاره بضب. بص نازله كده نازله بكيرف. تمام. والبوتيه ديله مرفوع لورا شويه لكن الحفاره نازله ايه متناسقه مع بعض. الفرق برضو واضح اهو. ما شاء الله. ده وتيت ودي حفاره. الفرق واضح. عاملين كام؟ يعني الحفاره بتاعت الكنال دي تبقى غاليه طبعا. تمام. بس احنا هنا يعني اسعارنا عشان بنبيع للفريق قبل الغني بصراحه عشان الناس دي ايه ابتدينا من الصفر والناس دي طبعا معاكم من زمان. معانا من زمان يعني. احنا اصحاب المفروض نرد لهم الجميل الواجب ده طبعا بعد ربنا. تمام. الحفاره يعني في حفاره اكبر من دي جوه بتتباع ب 80. تمام. والحفاره دي مثلا تعملها في حدود 50 جنيه. دي 50 جنيه حلوه جدا ما شاء الله. البوتيت ده. جميلة. ده بوتيت وده حفاره يعني حتى. ودي بتتقلب حالها كده زي ما هي طبعا. بطنها نضيفه فيها سمنه من جوه ما شاء الله. تمام. في صوبيا. الصوبيا الخضراء. خضر. ما عليهاش ميه ولا اي حاجه. ولا اي حاجه طبعا. هي جايه من طالعه من الميه ما شاء الله. خضره بترجع تاني. هتعمل كده الصوبيا بترجع تاني. فعلا صحيه كده. بتشرح الصوبيا صح. وبرده من عينيها. اي بحريات تعرفها من عينيها. من العين. دي عامله كام الصوبيا الخضره دي؟ دي بتبقى عامله 120 او 130 لحد 160 حسب الحجم بقى. حسب حجمها. ما شاء الله. بس احنا النهارده عندنا عرض وبنبيع الصوبيا ب 105. 105. نبيع كيلو الصوبيا ب 105. النهارده كام معلش في الشهر؟ النهارده 12/10. 12/10. 2019 الذكرى السنويه لافتتاح محل نجم البحريات هنا في منطقه الغريب محافظه السويس اهي. بسم الله ما شاء الله. الصوبيا الخضراء اهي. حاجه جميله جدا جدا يعني. دلوقتي بقى ننقل على العربيه الثانيه. العربيه الثانيه طبعا دي جايبه السمك بتاع السويس بتاع الياتكا. دي عربيه المحل. تمام. ننقل عليها برده جايبه لنا انواع كتير واسعار جميله يعني وهتعجب حضراتكم ان شاء الله يعني والاسعار تبقى ارخص. ربنا يبارك لكم يعني. ربنا يبارك لكم. يلا بينا نتنقل بقى ان شاء الله. لا انا خلصت مش قادر. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده وتعمل اشتراك للقناة
وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديدنا.